ما الفضل المترتب على قراءة سورة البقرة في كل يوم؟ وإذا خصص الإنسان هذه السورة لقراءتها قبل أن يخرج لعمله كاملة، يقرأها من السابعة وحتى الثامنة السورة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. سورة البقرة لها فضل عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنها سنام القرآن، وأن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ولا يطيقها البطلة، يعني الشياطين لا تطيق أن تقرب من يقرأ سورة البقرة، وهي شاقة عليهم وتحرقهم، فهي سورة عظيمة، فينبغي للمسلم أن يقرأها. أما أنه يقرأها كل يوم فلا أعرف لهذا دليلا أنه يقرأها كل يوم، ولكن يقرأها مع قراءته للقرآن، والقرآن كان السلف منهم من يختمه في ليلة، ومنهم من يختمه في ثلاث، منهم من يختمه في ليلة كعثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنهم من يختمه في ثلاث، منهم من يختمه في سبع، منهم من يختمه في عشر، ومنهم من يختمه في تمام الشهر، وهذا آخر شيء، لا يزيد على شهر. نعم.